هاي خلود، كيفك؟ هذه القراءة راح تكون لخلود من برج السرطان. خلود، أنا عارفة إنك أنتي you've been waiting for your reading for a while. I Anna. Yeah, and I'm sorry for being late. أنا عندي كثير أشياء طبعاً بعملها. So anyways, أنا نظفت ال I cleanse. I usually use sage to cleanse the cards and the area. وعادة بستعمل cinnamon for to speed up the process, speed up the manifestation. بس اليوم قررت إني أعمل Palo Santo. Palo Santo, this is spiritual holy wood. Okay, هذه يأخذ من الأشجار مقدسة. متهيألي إن هي الأشجار هذه بتنبت في Latin America. فبالو سانتو هذا يعتبر هوليوود and هوليوود not هوليوود اللي بيمثلوا فيها it sounds the same but it's different but anyways so هذا لو حسيتي بأن you're drained energetically يعني بتحسي انك مثلا كنت في مكان وان في ناس negative around you وانك انت طاقتك يعني مسلوبة وانك انت بتشعري مشاعر like حزينة او كآبة او يأس or something like that او تشعري بانك انت تعبانة مرهقة عندك يعني عندك الام في جسدك حتى لو انه ما فيش فعلا مرض فبتستعملي بالو سانتو هذا كلينز ذا اريا وفي نفس الوقت برينجز بوزيتيفيتي اوكي وكل اللي تعمليه انك انت بس تعملي like circular motion like this to the right على المكان اللي انت قاعده فيه زي انا now what I'm doing بعمل circular motion على الكاردز 7 times is good okay يعني 7 مرات وبس وتخليه burning okay so خلود أنا ما عندي يعني معلومات كثيرة عنك except إنك أنت من برج السرطان وحابة قراءة عاطفية أو في مجال الرومانس طبعا أنا ما مش عارفة إذا كان عندك like a partner في الوقت الحاضر او لا بس خلي نشوف ايش التارو بيقول انا طبعا مش راح اعمل استرولوجي لان طبعا I just did برج السرطان وانتي برج السرطان وبتمنى ان قراءتي لبرج السرطان تنطبق عليكي وتجلب لك كل يعني او تساعد ان هي clear any questions you have so yeah so let's see spirit what do you have for خلود spirit what do you have for خلود انا طبعا بتشكر تفاعلك مع with my channel I really appreciate that طبعا تفاعلك انت وتفاعل اي احد هذا بيخلي الانرجي توصلني اوكي لما بحس ان مشترك لاني انا ما بشوفكم اوكي اسرع طريقة عشان توصلني طاقتكم ان انتوا لازم تتفاعلوا مع القناة لازم تحسسوني بطاقتكم بالانرجي لازم تحسسوني ب what's going on بحماسكم ب whatever الاحساس اللي انتوا تحسوا به يعني حابين تعرفوا معلومة معينة او عندكم تساؤل او whatever لازم تتفاعلوا معي عشان احس بهذا الشيء لما واحد مثلا يطلب قراءة وما يتفاعل مع قناتي انا I don't know ما اعرف even اني انا I can connect to their energy okay بس طبعا انتي كنتي من الناس المتفاعلين thank you so much I love you girl I appreciate that طبعا this way يعني انا I'd other اني connect with you
بس بالنسبة للأشخاص اللي هم ما بيتفاعلوا يعني I'm sorry للأسف أنا ما أقدر أعمل قراءة لشخص يعمل لي comment once in a blue moon وبعدين just disappear، ما بعرف حتى إذا كان موجود أو لا، ما بعرف حتى إذا كان he or she is a legitimate subscriber. So yeah، بس حبيت أقول هذه في بداية قراءة خلود in case anybody watches the video. So yeah، so لو حاب قراءة أو حاب إني أنا either I can connect to your energy and give you accurate message، لازم إنك أنت تتفاعل باستمرار، لازم تثبت لي برضو إنك أنت a legitimate subscriber when you turn the notification bell on، إني كل ما بعمل فيديو حتى لو كان الفيديو هذا ما بيتعلق بيك أو بيتعلق بـ another subscriber قراءة خاصة، لازم تتفاعل، أوكي؟ لازم تتفاعل عشان توصلني طاقتك، otherwise I'm sorry I can't do a reading for you، حتى لو كنت أنت أو أنت من أول الناس اللي subscribe to my channel، أوكي؟ وأنا زي ما قلت قبل هيك إنه أنا طبعاً رح أعمل قراءات تانية لما أعمل live stream. By the way أنا عندي تيك توك apparently account من زمان وما بستعمله، ف I activated يعني it is active actually بس ما I didn't use it. ف please guys أنا حطيت link to my تيك توك page، please subscribe to تيك توك as well or follow me there. I mean follow me there so لأني لما أعمل live stream راح أعمل both، فلازم تكون follower on تيك توك as well. لو ما عندك حساب تيك توك it's easy يعني you can sign on تيك توك be your gmail account or something. Yeah so please if you yeah if you're interested in you know in private in a personal reading and you know to be up to date and you like my content follow me on تيك توك as well. Okay Spirit, what do you have for Khulud? Spirit, what do you have for Khulud? Ishan Khulud, inner hair, woman's life, romantic life. Spirit, what do you have for Khulud? Khulud, my gorgeous Saratan. Khulud, okay. Khulud, judgment. You got judgment, Khulud. What's going on in your life? This is major arcana, طبعاً judgment. Nine of Cups. هذه طلعت برضو في برج السرطان. Oh my God, five wands. برضو في برج السرطان. Wow. أنا طبعاً لسه فاكرة برج السرطان لأنه أنا سرطان أول شيء أنا كانسر وثاني شيء إنه I just did it so I can still remember Page of Wands. أنا طبعاً حابة إنك تشوفي ال راح أنزل الكاميرا شوي The Fool The moon. So far, you know what? Most of your cards are major arcana, Khulud. That's why أنا حبيت أستعمل Palo Santo. Palo Santo برضو it's very good for manifestation. The tower. Khulud, you got the tower. Wow, what is going on, Khulud? What is going on? يعني أول شيء جاتك judgment، بعدين جاتك التاور. The Emperor. Khulud, most of your cards are major arcana. طبعا انت متابعتيني وبتشوفي معظم الفيديوز من تعليقاتك
واكيد سمعتي انا بقول لك لما بتجي ميجر اركانا لايك مور ذان تو كاردز معناها something like amplified very strong like strong energy يعني شيء قوي جدا طاقة قوية جدا وراح تحصل you know eight of swords what is going on خلود Five cards major arcana خلود. Five cards. Wow. And you got the three of swords. It's in a reverse though. أنا I don't like this card. Oh, and أنا يعني أنا فرحانة إنه إجت بال upside down. And the magician. طبعا the three of swords اجتك upside down. وتحتها magician. انا راح اعتبر these are your outcome. يعني هذه النتيجة او الريزلت الاوتكم من القراءة. اوكي؟ Yeah, outcome means النتيجة. So three of swords in reverse and the magician. Another major arcana. خلود انت كنت في علاقة انت طبعا ما قلت في كلامك انك كنت في علاقة بس انت كنت في علاقة والشخص اللي كان كنت في علاقة معه كان انسان مسيطر متحكم متسلط واعتقد انه هو كان ابيوسف انت قولي لي خلود بس انا هذا اللي شايفه انه هو كان ابيوسف يعني كان بيشتمك او بيهزئك او talking down to you that's what abusive يعني في إهانة في تجريح كان في علاقتك معه كان في كان بيجرحك كان يعني هو مش I don't know لو أنت ما زلتي في العلاقة هذه بس أنت كنت في علاقة وحتى لو أنت طلعتي من هذه العلاقة أنت طلعتي منها يعني حديثا اوكي طلعتي من هذه العلاقه حديثا بس هذا الشخص انسان متسلط متحكم مسيطر نرجسي متسلط وانا اعني كلمه متسلط لما بقول لك كلمه متسلط مش مخلي لك انت فرصه انك انت يعني تعبري عن نفسك او تشعري بانك انت مقدره او يعني ان هو يعني مش محسسك بانك انت مشكوره او مقدره في العلاقه ما فيش العلاقه ما فيهاش تكافؤ تكافؤ ما فيهاش تناسق ما فيهاش تناسب يمكن برضه يكون اكبر منك في السن يمكن أكبر منك في السن بكتير أنا حاسة أنك أنت خايفة في هذه العلاقة يا خلود خايفة
تشعري بألم، حزينة، مش سعيدة في هذه العلاقة. يا أنت حزينة في هذه العلاقة، أنت تشعري بخوف. أنا سميت كل الكاردز اللي نزلت هو بيشتمك، هو بيهاجمك، هو دايما بيعاملك معاملة يعني معاملة سيئة. انت يعني look، انت خايفة، انت مجروحة، انت مخبية، even مخبية راسك. شفتي في الايت اوف سوردز كيف مستخبية؟ مجروحة يعني، وبقالك فترة طويلة في هذه العلاقة. يعني انت كنت في علاقة يعني استمرت فترة من الزمن. الشخص هذا اكبر منك في السن، وزي ما قلت انسان متسلط، انسان مسيطر، انسان متحكم، انسان يعني نرجسي بمعنى الكلمة. يعني هو بيتكلم معك بطريقة فيها ما فيهاش احترام، ما فيهاش تقدير، وبيعمل لك، لو سمعتي أنا لما إيش قلت في برج السرطان، بقول manipulative، gaslighting. هذا الشخص the emperor he's manipulative he is manipulative and he's gaslighting you. أنا مش عارفة لو بتتذكري شرحي لكلمة gaslighting and manipulation. basically يعني لما الإنسان بيعمل gaslighting، طبعا الشخص اللي بيعمل gaslighting هذا شخص narcissist. okay he's a narcissist. وهذه أكثر مواصفات الإمبرور لما يكون vibrating from his shadow side، لما يكون of low vibration. طبعا انت تقولي كيف انا جتني الاوراق upside down، it doesn't matter. انا I know المسج اللي بتجيني. حتى لو الاوراق جت upside like upright، انا بعرف ان المعنى هو الريفرس. لو كانت الموضوع الريفرس، يعني لو كان الانرجي ريفرس ولا الانرجي من البوزيتيف، it's a positive energy or negative energy. انا بعرف اذا كان هذه الطاقه طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه. امبرر هذا طاقته very سلبيه. He's of low energy. بيهينك، بيجرحك، بيتهمك بأشياء مش فيكي. You know؟ مش حاسس بيكي basically. إنسان أناني. مش حاسس بيكي. He's gaslighting you. بيخليك تحسي بإنك inferior، like دون like أقل منه. إنك ما إلك حتى قيمة. I'm sorry but that's it's a very strong message خلود. It's a very strong message I'm getting here. Okay. لو ما أنت كنت في علاقة فهذا أبوك. Okay. لو ما كان هذا علاقة شريك حياتك هذا أبوك. أبوك هو اللي بيعاملك هيك. لأن هذا الشخص أكبر منك في السن. أوكي؟ هذا شخص كبير في العمر. Once again، لو ما أنت كنت في علاقة مع هذا الشخص، هذا this is your father. This is your dad. أبوك. واو. تعبانة نفسانيا يا خلود، وانا فاهمة هذا الشيء، حاسة بي. يعني I can see this in your cards. Okay. تعبانة ومجروحة، بس انت راح تطلعي من هذا الموضوع. Okay.
انت قوية. برضو في أشخاص حواليك بيضايقوك، أو ممكن اتهموك بشيء مش حقيقي، افتروا عليك افتراء، أو جايين ضدك في موضوع ما. شفتي خلود؟ شفتي كيف الناس اللي حواليك هذه؟ كيف بتهاجمك؟ كيف بتحكي عليك؟ كيف بتعمل لك يعني هذه أسوأ من حرب نفسية، هذه بتهاجمك you know؟ هذه بتفتري عليك الناس، هذه بتتهمك بأشياء مش فيكي، كذب وافتراء، اتهامات باطلة، بس انت بتدافع على نفسك. شفتي؟ This is your خلود، انت بتدافع على نفسك عشان تطلعي من ال What's this energy حواليك يا خلود؟ مش عارفة يا خلود، انت You got the judgment as well. من كل الأشياء، من القرف هذا كله راح تتحرري من هذه الأشياء. أنت كأن اللي حصل لك الآن كأن عندك صحوة، صحوة من ال من سوء المعاملة اللي عشتي فيها. عملوك يعني بإساءة، I don't know. شوفي أنا راح أعطيكي two scenario. لو كان هذا أبوكي، أوكي؟ لو كان هذا الشخص أبوكي، فإن الناس اللي حواليك هذه اللي بتتهمك هذو أقرب ناس إلك، your siblings. ناس قريبة ليك بتهاجمك، أقرب الناس إلك، ربما أخوتك، ربما من أقرب الناس إلك. لو كان هذا شريك حياتك، الشخص اللي أنت كنت معه في علاقة، فربما هذه تكون الناس يعني من عائلته أو you know. على العموم هذه ناس قريبة منك مش ناس بعيدة، ناس قريبة منك، إما بتكون من عائلتك أو من عائلته هو، من عائلة الشخص هذا، سواء كان أبوك أو your partner. أنت طبعا مش شايفتيني بس أنا my nose is itching، وأنا قلت قبل هيك when my nose is itching and it's itching like from the beginning، وأنا قلتها قبل هيك when my nose is itching something like something very strong. I'm getting very strong messages here. Very strong downloads. حاسة ان في شيء يعني أين كان هذا الشخص، في شيء كبير راح يحصل بينك وبينه، إما مشكلة كبيرة أوكي راح تخليكي، راح تصحيكي. لو هذا الشيء ما حصل
لو ما حصل الشيء هذا في القريب، يعني من فترة قريبة جدا، هذه المشكلة الكبيرة اللي بينك وبين هذا الشخص، مشكلة تهدم كل شيء بينكم. اوكي، كل شيء بينك وبين هذا، بس انت خايفة. كل شيء صار بينك وبين الشخص هذا، اوكي، لو ما كان هذه المشكلة الكبيرة، الخصومة، النقاش، like a big fight مع هذا الشخص، لو ما حصل already، وانا ما اعتقد انه هو حصل من فترة طويلة، اعتقد انه هو recent، رح يحصل قريب جدا، قريب جدا. اوكي، لانك تعبتي من الالام والاحزان والجروح، تعبتي من هذا الشيء. انا بصراحة مش شايفة شخص جديد جاي في الكاردز هدية، بس رح اخذ مور كاردز. اوكي، بس شايفة انك انت رح تطلعي، يور ذا ماجيشن، انت رح تطلعي من العلاقة النرجسية هذه اللي انت كنتي فيها. اوكي، من علاقة مع النرجسي هذه، مش علاقة، يعني من علاقة مع هذا الانسان المريض هذا، انت رح تطلعي من هذه العلاقة. سواء كان، يعني ام سوري لو قلت لك انا ابوكي، يعني في ابهات لايك ذس، ابيوسف فاذرز، اوكي، في كثير، وبالذات في العالم العربي، اوكي، ان ذا ميدل ايست، ابهات بيعاملوا بناتهم، يعني انا مش 100%، بس انا بقول لك لو ما كان هذا شريك حياتك، هذا ابوكي. اوكي، وانت بعدين اكدي لي في التعليق. اوكي، بس انت راح تطلعي، لانك انت عندك الانرجي، ذا ماجيشن، شوفي انت عندك ذا جادجمنت، اوكي، ناين اوف كابس، الكاردز طبعا انت شايفتيها لما انا شلتها. اوكي، انا قلت لك ذس از ذا اوت كم، اوكي، ذس از ذا اوت كم، هذول الاثنين، الثري اوف سوردز اللي جت ابسايد داون، والماجيشن. ثري اوف سوردز معناها انت راح تطلعي من مرحله الاحزان والالام والجروح والياس اللي كنت عايشه فيه. اوكي، يور هيلينج يور سيلف، ذس از ذا اوت كم فروم اول اوف ذس. برضه الماجيشن كانت، لما شفتي لما كيف طلعت، كانت فيسينج، الفيس متجهه ل جادجمنت، وذاتس واي انا قلت لك انت راح تطلعي ان الجادجمنت هذه لايك ا ويك اب كول، انت صحيتي من الالام والاحزان هذه، راح تطلعي منها، لانك انت متجهه نحو سعادتك، متجهه نحو هذا يعني انا مش شايفه شخص بصراحه. اوكي، يعني في شخص جاي، بس انا يعني لو ان هذا الشخص مثلا في بينك وبينه مغازله او شيء زي هذا، انا بقول لك ما تثقي بهذا الشخص، لان هذا الشخص زي ما بيجي بسرعه بيطلع بسرعه. اوكي، هو شخص صغير في السن، لو انه انا ممكن اقول لك ان ممكن، يعني يعني مش ممكن، نو هذا شخص صغير في السن. لو ان هذا في شخص ناو بيغازلك او بيتكلم معاكي، بقول لك ان هذا الشخص ما تثقي بيه، هذا زي ما بيجي بيطلع بالسرعه اللي بيدخل بيها في حياتك بيطلع بيها. اوكي، بس في جميع الاحوال، لوك يا خلود، انت راح تطلعي من الالام والاحزان، في مشكله كبيره زي ما قلت. اوكي، اما المشكله هذه حصلت قريب، او ان هي راح تحصل في القريب. اوكي، راح تطلعي من هذا القرف، لانك انت بتعملي على شفاء جروحك، بتعملي لايك افرميشن، وبتعملي مديتيشن، وبتعملي برايرز، وبتعملي كل الاشياء هذه، وانت صحيتي من هذا الشيء، صحيتي من هذه الغفوه. اوكي، ذس از ا ويك اب، هذه الجادجمنت، هذه زي الانسان اللي بيصحى بعد الموت. اوكي، ذاتس وات ذا جادجمنت، اتس ا ويك اب كول. اوكي، زي لما مثلا جاد بيعمل يوم القيامه، اوكي، جادجمنت داي، بيصحي الناس، انت هذا اللي حصل لك، انت صحيتي من 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 الكآبه والاحزان اللي كنت عايشه فيها مع هذا الشخص. اوكي،
ومتجهة وبتبحثي عن سعادتك، بتبحثي انت الان في فترة بحث. شفتي انت يا خلود، انت this is you، هذه انت magician، وهذه انت the fool، وهذه انت برضو and the moon. هذه كلها الانرجي تبعك، اوكي؟ هذه طاقتك انت. شو سوري، الكاردز في كانت على التيبل on my desk زي ما شفتي انت. The fool which is you، اللي بتبحثي على طريق جديد، على طريق مستعده انك تاخذي المخاطر، تتخطي المخاطر، او انك تاخذي تسلكي طريق خطير او فيه مخاطر وظلام، مستعينه بالضوء هذا، ضوء القمر. شوفي شوفي انت كيف راح تروحي في الظلام، انت ما انت راح تطلعي من هذا الشيء. انت you're taking a leap of faith walking in the dark okay on a bridge see above the water in the dark relying on the moonlight. يعني انت راح تمشي بتطلعي، اوكي؟ شوفي the fool here she's on the cliff، في ماء here، بحر او ocean or something، اوكي؟ راح تسلك المخاطر، راح تسلك الاوشن هذا وتمشي مسافات عشان تطلعي. يعني انا بس بشرح لك الديركشن في الكارد هذه، اوكي؟ لان هذه هي حياتك انت. نعم، انت راح تطلعي من كل القرف هذا ومستعده تعيش، يعني تعيشي المستقبل الغير معلوم، اوكي، المجهول بيسكلي، بكل مخاطره، مستعينة بضوء القمر هذا في الليل، لأن هذا هو، وبصلواتك وبدعواتك، لأن هذا هو اللي حينير الطريق إلك، أوكي؟ وإنتي مستعنتي راح تكون في إيدك كل الوسائل، أوكي؟ ربما عندك enough money إنك إنتي تعتمدي على نفسك، مش ربما، most likely، أوكي؟ مستعدة إنك تعتمدي على نفسك، أوكي؟ مستعدة إنك إنتي تعتمدي على قدراتك وعلى your talents and your gifts، اوكي، انك تطلعي من هذه العلاقه وتسلكي طريق جديد محفوف بالمخاطر. انا بحاول بالتينفل الكلمات بتجيني. طريق جديد محفوف بالمخاطر، مستعينه بضوء القمر هذا لاناره طريقك لكي تصلي الى سعادتك، اوكي؟ لانك انت زي ما قلت لك عندك كل الوسائل بايدك انك توصلي لسعادتك. بس راح اعيد تاني، لو ان الشخص هذا شخص flirting with you، بيتغازل معك، بيحكي معك، بيكلمك بالتليفون or texting you or something، هذا الشخص ما تثقي فيه، لان زي ما بيجي بيطلع بنفس السرعة، اوكي خلود؟ يعني بس لازم تطلعي، مش لازم، انت راح انت راح تصير في، لو ما صارت انتي راح تطلعي من علاقتك مع هذا النارسيسست، اوكي؟ You got the tower. You're getting out of this. You're getting out of this relationship. راح تطلعي منها. Don't worry about it. كورتشر في شخص بيواسيكي في الوقت، ممكن هذا البيج اوف وانز، في شخص بيواسيكي، في شخص بيحكي معاكي الان، انت بتحكي مع شخص، يمكن هذا البيج اوف وانز، بس خلي بالك زي ما قلت لك هذا الشخص بيجي بسرعه بيطلع بسرعه. اتس اوكي ان هو بيحكي معاكي بيواسيكي، بس just be careful بالنسبه للعلاقه، اوكي؟ واو، you got the wealthy man.
wealthy man. اوكي خلود، انا مش راح اكتب عليكي. This wealthy man، هذا هو هذا الشخص، يعني زوجك هذا او شريك حياتك هذا او صديق او حبيبك او whatever او ابوكي، هذا شخص غني. الشخص اللي انت في علاقة معاه now هذا شخص غني، لهذا هو مسيطر، عامل سيطر عليك. earlier كان طلعت لي كورت هاوس، انت بتحكي مع هذا الشخص اوكي، هذا الشخص هذا الشاب الصغير هذا، هذا شخص بيواسيكي في ألامك، هذا شخص بيحكي معاكي أو أنت بتحكي معه، يعني بتحكي له على مشاكلك والأحزانك. أنت تفكري تروحي للمحكمة، تروحي تشتكي في هذا الشخص. أنا شفت لما طلعت الكورت شيب earlier طلعت بعدها كورت هاوس. هل أنت بتعملي إجراءات طلاق أو انفصال من هذا الشخص؟ أو إنك أنت بتفكري إنك أنت تشتكي فيه؟ تعملي شكوى. You got sudden wealth as well. شيء جديد انت راح تبتدي في حياتك اوكي، اما ان في شيء جديد راح تبتدي في حياتك او ان انت عندك طفل. لو انت عندك اطفال مع هذا الشخص، لما راح تطلعي من هذه العلاقة راح تجيكي يعني حقوقك المادية اوكي، as simple as that. لو انت رحتي المحكمة عشان تطلقي من هذا الشخص او تنفصلي عنه راح تجيكي الحقوق المادية اوكي. لو انت مش متزوجة ما عندكش اطفال، في شيء جديد راح تبتديه في حياتك اوكي، ربما عمل وراح يجلب لك اموال كثيره اوكي. انا ما حابه اعمل رومانس انجلز بصراحه لاني اوريدي طلعت هذه الكاردز راح تلخبط القراءه. يا ليت مي اعمل ديفينيشن كاردز، ديفينيشن كاردز بيوضحوا اكثر. يا انا مش عارفه خلود انت ما قلتي، بس انا حاسه ان عندك اطفال مع هذا الشخص او طفل مع هذا الشخص.
اوكي، وانك ربما تلجئي للطلاق. مش ربما، انت عايشه في عذاب مع هذا الشخص. لو انت متزوجه وعندك طفل راح تنفصلي. You got the palm tree. يلا راح تطلعي من هذه العلاقة. لأنك بتبحثي على stability, security, you know, growth. راح تطلعي من هذه العلاقة لأنك بتبحثي على شيء مستقر. أنت مش مستقرة في هذه العلاقة. مش حاسة بأنك أنت insecure. مش حاسة بالأمان مع هذا الشخص. وراح تطلعي منها لأن هذا اللي بتبحثي عنه. تبحثي على انك انت تكوني سكيور في حياتك، تشعري بالامان والاطمئنينه، وراح تطلعي منها عشان تشعري بالامان والاطمئنينه. فلو كان انت عندك طفل مع هذا الشخص راح تتركيه وراح تجيكي نفقه. اوكي؟ راح تجيكي نفقتك، نفقتك ونفقه ابنائك ونفقه ابنك. لو انت ما عندكش اطفال فهذا انك انت راح تبحثي على شيء جديد، تبتدي شيء جديد من الصفر. يعني يمكن راح تشتغلي، I don't know. تشتغلي بس العمل راح يجلب لك، يعني راح يكون عندك جود انكم في العمل هذا. لو انت ابتديتي حياتك بيسكلي، لو ابتديتي حياتك من البدايه، اوكي، ابواب جديده راح تنفتح ليكي. اوكي، ذاتس بيسكلي وات ات از. تعرفي انا جتني قبل هيك سان جلاسز اند اي دينت لايك ات وطلعت، فذاتس ات. يا This is just confirming what I said. Okay? Sunglasses هذه شخص بيعمل بيراقبك. Okay? يعني بيتجسس عليكي. Sneaking up on you. And gaslighting you. أنا ما قلت لك gaslighting early? Rita? لا أنت بتتكلمي English. أنت شفتك أكثر من مرة بتعملي تعليق. Gaslighting. See? هذا الشخص هذا بيعمل لك gaslighting. And stalking you. هذا الشخص هذا انا ماي جودنس، هذا انسان متسلط، انسان نارسيسست، بيهينك، بيجرحك، بيتوكن داون تو يو، اند يو جت نوت انف، فرستريتد ان ريليشن شيب، لاك اوف كونفيدنس، سيلف سابوتاج، فير، ايجو ايشوز، جالوسي. يا الشخص هذا انت عايشه معاه، يعني خلاص انت راح تنفجري. ذا تاور، انت راح تنفجري. You can't take it anymore. Okay? Frustrated in a relationship. يعني متضايق، يعني متضايق. You know what frustration is like؟ متضايق لما حد شيء خلاص تشعري بغضب مش عادي فيكي. Okay؟ ومش قادرة تتحملي العلاقة هذه، يعني ما عندكش القدرة انك انت تقعدي في هذه العلاقه انيمور. بعدين طلع لك ويدنج رينج، شفتيني انت بتشوفي في الفيديو everything. انا كنت حاطه الكاردز لايك ذس، ذس از ذا باتم اوف ذا deck. سي ويدنج رينج، يونيون، ويدنج، ماريج، سول كونكشن، eternal love، everlasting promise. يعني ربما يكون في شخص جديد راح يجيكي. اوكي؟ بس انا مش عارف. لو كان هذا هو الشخص الجديد، خلي بالك. تأكدي من انه هو يحبك بصدق. اوكي؟ تأكدي من انه هو يحبك بصدق. ربما هذا هو الشخص الجديد، official person.
ربما هذا هو الشخص الجديد، ربما شخص يشتغل بالحكومة أو يشتغل عنده مركز إيش بيقولوا له، يعني in the army or something, high rank in the army ولا in the police or something، أو بشخص بيشتغل عنده منصب حكومي، منصب في الحكومة، he's a diplomat or something. لو كان هذا هو هذا الشخص، look، يعني لو كان هذا هو هذا الشخص، هذه مواصفاته، اوكي، يا احتمال كبير انك انت بتفكري في هذا الشخص، عينك على هذا الشخص، this official person، شخص عنده منصب في الحكومة او انه high rank in the army، يعني بالجيش او بالبوليس او something، عنده منصب، اوكي، look، you got the wedding ring and you got love, unconditional love, self love, passion, affection, attraction. لو هذا مواصفات الشخص هذا، لو ان هذا هو الشخص، انت قولي لي في المسجز، اوكي، لو ان هذا هو الشخص، فهذا الشخص انا اقول لك go for it، اوكي، هذا شخص ممكن تثقي فيه، هذا شخص انسان ثابت، انسان مستقر، ومشاعره تكون مشاعر حقيقيه. بس لو كان هذا هو هذا الشخص، صغير في السن اللي بيعمل لك كورتشب وبيضحك معاكي وبي you know، انا بقول لك ما تثقي في هذا الشخص. ربما هذا هو الشخص اللي راح يجيكي بالمستقبل قريب جدا، وراح تكون في بناتك، يعني بينك وبينه قصه حب حقيقيه. هذا هو الشخص اللي جايك، the official man، بتمنى هذا الشخص اللي عنده منصب في الحكومة أو منصب اجتماعي كبير أو high rank in the army. Let me shuffle the cards، ما حابة أعطيكي card right away، حابة إني أشuffle a little bit. يعني ما كنتش حابة أخذها بس طلعت لك تاني، أنت رح تطلعي من هذه العلاقة، طلعت لك recovery، اوكي، رح تطلعي and you're gonna be healed from this relationship. Remain positive، خلي عندك امل، اوكي، remain positive، خليك ايجابيه وعندك امل، اوكي، متفائله، لانك انت you're gonna recover from this relationship، you're gonna recover from this hardship، ايا كانت this hardship، هذه العلاقة المؤلمة اللي جرحتك وقرفتك في حياتك، اوكي؟ في شخص جديد جايك في حياتك، في، خليكي بوزيتيف، هذا الشخص جايك، this official person، أو في شخص أنت حاطة عينك عليه، this is you، أنت حاطة عينك على هذا الشخص، اوكي؟ حاول، يعني هذا الشخص، هذا شخص، هذا إنسان، إنسان stable، اوكي؟ مستقر، مستقر عاطفيا، مستقر نفسيا، مستقر ماديا. مستقر نفسيا، you know what I mean، مش narcissist like this guy، اوكي، هذا انسان قدير، حكيم، محترم، وراح تكون علاقتك معه فيها تكافؤ وفيها تناسب، حب حقيقي، اوكي، وراح ترتبطي به. Ask your angels. Ask your angels. كل هذه، كل الكاردز هذه like angels are telling you yes basically. أنا حابة أشوف كارد. Don't stop, not the right time. No.
يعني you know what، ما تفقدي الأمل، that's basically what it is. ما تفقدي الأمل، أنت راح تطلعي من هذه العلاقة. أوكي؟ ما تفقدي الأمل، حاولي من جديد. Big happy changes, romance in the near future. That's it. Okay. Big happy changes. يعني انت شفتي طلعت earlier. Don't stop. Not the right time. And no. يعني الانجلز بتقول لك كأنه اعطي وقت. يعني خليك متفائلة. أعطي وقت عشان تتعرفي على هذا الشخص. لو كان في شخص جديد في حياتك، لو كان عينك على شخص جديد، أعطي خلي عند خدي وقتك عشان تتعرفي عليه. أوكي؟ وتعرفي يعني إذا كان مشاعره حقيقية أو لا. Basically that's what it is. لو كان هذا الشخص، أنا بصراحة حاسة إن في اثنين عينك عليهم، واحد شخص في courtship بينك وبينه. في flirting like بتحكي معاك، هو عامل بوسيكي بيحكي معاك. انا بقول لك this one، وشفتي انت الكاردز الاولى اللي طلعت no not the right time and don't stop. انا في رايي ما تثقي بهذا الشخص، والملائكه برضو بتقول لك يعني not the right time no not for this one. لكن لو كان هذا الشخص اللي هو this official person go for it. اوكي بيقول لك يعني اصبري، هذا الشخص راح يظهر في حياتك. This official person. هذا الشخص راح يظهر في حياتك in the near future. في المستقبل القريب. اوكي؟ هذا الشخص. رومانس، راح يكون في بينك وبينه رومانس. اوكي؟ راح يكون في بينك وبينه رومانس. And there gonna be big happy changes في حياتك. اوكي؟ في تغييرات جديدة راح تكون في حياتك بس مع هذا الشخص. اوكي مع هذا الشخص. اوكي مش هذا not this one اللي طلع فيه courtship معه، يعني اللي بتحكي معه وبتفضفضيله not this guy. This guy زي ما بيدخل بسرعة بيطلع بسرعة من حياتك. اوكي؟ فالملائكة بتقول لك don't stop، خليك متفائلة. اوكي؟ زيدي ابحثي واعطي فرصة لنفسك انك انت recover from this relationship. فاكرة طلعت لك recovery؟ الأوراق الأولى recovery؟ اعطي فرصة لنفسك انك انت heal from this relationship مع الشخص النرجسي اللي طلعتي منه، طلعتي من العلاقة معه. اوكي اعطي نفسك to recover from that relationship وخليكي متفائلة. اوكي ما تتسرعي في العلاقة مع هذا الشخص اللي هو بتتغازلي معه وبتحكي معه، لان هذا زي ما بيجي بسرعة بيدخل بسرعة. اوكي and don't stop trying. اعطي فرصة لنفسك انت تحاولي تعرفي على ناس جديدة وعلى اشخاص اخرى، لان في المستقبل هذا الشخص رح يظهر في حياتك. اوكي ربما هذا الشخص انت حتى مش متوقعه انك تقعي معاه في علاقه، تكوني معاه في علاقه، بس هو عينه عليكي. اوكي in the near future في المستقبل القريب راح يكون في بينك وبينه رومانس. اوكي and big happy changes. اوكي so عزيزتي خلود، بتمنى ان القراءه هذه اعطتك شويه clarity في اللي انت عايشاه. اوكي زي ما قلت لك خليكي بوزيتيف، خليكي اوبتيمستيك. اوكي ما تتسرعي في علاقه مع شخص انت ما تعرفيه كويس. اعطي نفسك فرصه ان انت تفكري وتشوفي مصلحتك وتجدي الانسان اللي يقدرك ويعرف قيمتك. اوكي
أتمنى هذه القراءة أعطتك توضيح، وأتمنى إن هي resonates with you. And please leave a comment. And thank you so much for being, you know, for interacting with me on a regular basis. إنك أنت بتتفاعلي معي. Oh yeah, I wish you all the best.